بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تاسف على مره ثانيه على النتيجه المحققه. للاسف احنا كنا متوقعوها بني مقابله صعيبه امام فريق اسمه شبيبه الثوره اللي عنده تقاليد في البطوله الوطنيه، عنده لاعبين عندهم من الخبره ما يسمح لهم بتسيير مقابلات كما هذه. كنا نتوقعوا باش تكون مقابله صعيبه، كانت لهم ضربه جزاء ضيعوها، ايضا جاتنا ضربه جزاء ضيعناها. هما كان عندهم صبر وكانوا مركزين لاخر دقيقه، احنا في العشر دقائق الاخيره ضيعنا نوعا ما من التركيز، دائما نلعبوا بالعواطف تاعنا ونروحوا للامام باش بحثا عن النتيجه. للاسف ضيعنا بعض التركيز في الحفاظ على الكتله الدفاعيه، خلل صغير سمح لهم استغلوه وسجلوا الهدف الاول تاعهم. ايضا تغييرات، احنا للاسف رانا نلعبوا ب 70% 60% بلاعبي الرديف، ما كانوش عندنا حلول كثيره في دكه البدلاء. هما داروا خمس تغييرات اللي قدروا اللاعبين تاعهم يقدموا الاضافه. مره اخرى نتاسفوا على النتيجه هذه، دائما يكون الاداء مقبول، مي احنا ما يهمناش الاداء بقدر النتيجه. اليوم حاولنا يعني نقللوا الاخطاء تاعنا الدفاعيه باش نحققوا نتيجه. نتاسفوا مره اخرى للجمهور تاعنا اللي هضروا لي راهم سالنا دائما. وكيف سيكون التحضير للمقابله المقبله امام فرق صيفيه فرصه اخرى للفريق داخل ارضيه ميدانه امام الجمهور؟ المدرب سيكون ولا لا؟ قبل الجلسه والله المقابله المقبله مع صيف راح ايضا نحضروها بكل جديه. يعني احنا نتمنى وربي يعطينا ان شاء الله الصبر باش نقدروا نكملوا هذه البطوله اللي المشوار مازال فيها طويل بزاف، وربي يوفقنا ان شاء الله. ربما حتى الفريق البدني تراجع نوعا ما خاصه في الدقائق الاخيره، شفنا حتى في بالنسبه للاعبين تراجع من المستوى البدني للفريق. بطبيعه احنا ما نقدروش نقولوا تراجعوا بدنيا لانه شبيبة الثوره داروا خمس تغييرات. بطبيعه الحال لما يدخلوا خمس تغييرات وحنا اكتفينا غير بتغييرين راح تكون باينه لا ديفيرونس. سيرتو سير بلون فيزيك. خاصة تغييرات شبيبة الثورة كانت احنا ما كانوش عندنا حلول في الباك تاع البدلاء. ديجا حنايا في لا في دو ماتش عندنا 11 جوار اسبوار. وهاد لي زيسبوار مشكورين شكر كبير على المجهود اللي كانوا يقدموا فيها، لكن بطبيعة الحال راح يكون هناك نوعا ما نقص خبرة. لانه اللاعبين شبيبة الثورة بفضل الخبرة هما اللاعبين الخبرة هما اليوم اللي وضعوا هما اليوم اللي صنعوا الفارق. ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق. بارك الله.